بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقابله تاع اليوم، الحاجه الاولى فيليسيتي لاعبين نقول لهم بارك الله فيهم. الحاجه الثانيه الحمد لله انه ثلاث نقاط اللي كنا طيله الاسبوع نخدموا على جالها ربي وفقنا تبارك الله الحمد لله. الحاجه الثانيه الانصار بارك الله فيهم اللي وقفوا مع الفريق حتى الدقيقه الاخيره. مجريات المقابله كانت تلعب على جزئيات، وخاصه نقول الضغط السلبي اللي كان على الفريق تاعنا. عشنا في مرحله صعيبه، لاعبين سينا خرجوهم من النتائج السلبيه اللي كنا والمرتبه اللي كنا فيها. الحمد لله هذه ثلاث نقاط تخلينا نتنفسوا وتخلينا دائما نخموا القادم. تشوف الامور اللي نقول انه كل الامور راهي متوفره باش نادوا موسم الحمد لله، من الجانب البدني، من الجانب النفسي، من الجانب المعنوي تاع الاداره، من الجانب تاع الانصار كذلك. الحمد لله ثلاث نقاط هذه تخلينا نخدموا باريحيه ونوجدوا المقابله الجايه ان شاء الله. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.